عشان ما مغلسة اليوم مستلم راتب، لا طنتنا يومياتنا ولا طنتنا شي. شنو السالفة؟ ماكو لا حس ولا احساس. يا الله يا الله. هلا بلش تطلع بالفلوس. يا الله يا الله يا رب. هيج دعائي سريع. عاد بلكي تعطيني فد مبلغ زين، مو تعطيني الف لو الفين مثل بابا. يلا ان شاء الله يا رب. اقول لك وليدي، اختك فطوم وين؟ اي ماما فطوم موجوده فوق. ها فوق؟ لا عاد اقول لك، هاك هاي 10 مالتك و10 مال اختك فطوم، ودي لها اياه. هاك ابني. هلا بام الغاليه وهلا باللي ماكو منها وهلا بطارش راح للبصره على مودها. حياتي انت بيها فلوس جايتش. عاشت ايدك امي. عافيه فلوس مثل الريشه، تستلمها من انا يختفي من انا. معقول الراتب مال حرام؟ الحكومه ما ادري والله شو اسوي. والله ما مدري. الحمد لله. زين دقيقة، هاي فطوم ليش نطيها 10؟ والله ما تستاهل، 5 كافية عليها، يعني نطيها 5 وقفص عليها 5000، ايش ما ادري هي ماما دازت لها اياه، وثاني شغلة هي ما تعرف ماما اليوم مستلمة راتب، قابل راح تسألها شو تقول هي مفكر؟ طنطن؟ تمام، خل نروح نقفص عليها 5000 ونطيها بس 5. أقول ايش فطوم؟ انا وياك مو متفقين، اي شيء نلقاه نتقاسمه بالنص. يعني حسب، مرات يصير لوتي ومرات يصير زين ومرات يصير قفاص، بس قولش عندك. قبل شوية ما رحت تجيب الصمون، فانا رجع بالطريق لقيت هاي 10000، فقلت ما يصير، لازم نتقاسمها انا وفطوم لان هيك متفقين، اليش 5 والي 5. او ماي جاد، صدق تحكي؟ يعني هسه لك 5 والي 5. هلا هاي اخبارك حلوه يا اخي، خليك هيك خليك شويه. ولا اختي هاي الاخبار الحلوه، بس اقول لك انا ما عندي خرده، عندك 5000 تنطيني وانطش هاي العشرة على مو يصير 5 ولا 5. اي يا اخوي عندي هاي 5000. يلا تدين شي، انا رايح. باي باي. هلا بالعشرة الزينة، والله جديدة هاي، وين لاقيها؟ بيا شارع. اعتقد اللي موقعها بس مدير بنك. عشرة جديدة بعدها مو مديوسة اصلا. هاي استاذ فطوم، يعني انت قاعدة وتجيج 5000. عمي افرحي افرحي. هاي مسلسلة وخلصت. خلي اقوم انزل جوا اشوف ماما ايش محتاجة مو محتاجة، اساعدها بالشغل. يالله. هلا مامي، تبين شي اسوي ليش؟ هلا بنيتي فطوم، صدق ما طولي جيتي، دزيتش قبل شوية ويا اخوش 10000، جاب لك اياها لو لا؟ شنو؟ يعني هاي 10000 اللي قبل شوية اخويا جابها، هاي انت كذي دزت لي اياها؟ اي بنيتي انا دزيت لك اياها، مو اليوم استلمت الراتب، فقلت اعطيكم مصرف كل واحد 10000، لحد ما ابوك يستلم الراتب وان شاء الله نعطيكم اكثر. ياكل ضحك علي. ضحك عليك؟ ليش سواك بنيتي؟ شنو ما انطاك اياها؟ لا شنو؟ اي ماما مو انا متفقين، كل ما نلقى شيء نتقاسمه بالنص. هو اجى علي قال لي هاي 10000 لقيتها، خلينا نتقاسمها انا وياك، اليش 5 والي 5. فانا انطيته 5 وانطاني 10، ما قال لي ماما دزت لك اياها. والله ما اعرف شو اقول لك يا بنيتي، يعني انت تظلين غبيه الى متى؟ يظل اخوك يضحك عليك، عقل الشغلي يعني مبينه السالفه، ما سالتي منين جابها؟ شنو؟ قبل اعطيتي 5، ليش غبيه انت؟ يا ماما ما ادري انت مستلم الراتب، عبالي فعلا لاقيها، فكرت اليوم 27 بالشهر، ما توقعت احد يكون حسام الراتب، يعني يا ربي شلون هسه؟ والله بنيتي انا ما لي علاقه، عود من يجي تفاهمي انت وياه، انا اللي علي دزيت لك اياها، انت لو كنت ذكيه كان سالتي، بس انت تظلين غبيه، عقلك كله من التليفون. يا الله، تمام تمام ماما، بس خليه يجي، اذا ما طلع 5000 من عيونه وخليه يكره حياته، انا مو فطوم.